بنهاية صباحنا لليوم حنروح للريشة والألوان، هدول الألوان قديش بنتفائل فيهم بحياتنا ليلى؟ تماماً وضروريين بحياتنا أكيد، يعني اليوم هي إسقاطات من النفس صحيح. من الروح على هاي اللوحة. اليوم هيك رح نروح لضيفة مميزة وهي إشراب بغنى السقة أمينة. غنى اليوم قدرت تصور ملامح الطبيعة والوجوه بتجربة جسدتها، بتجربة جداً خاصة قامت فيها. رح نتعرف على رحلة غنى لليوم وشو أهم الصعوبات يلي اعترضتها بهي الرحلة. يسعد صباحك يا غنى. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. بداية غنى، خلينا نحكي، حضرتك خريجة من مركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، خلينا نحكي بداية عن موهبة الرسم عندك من البداية وصولا لتخرجك من المركز. أهلا. هلأ بداية أنا عضو بالاتحاد الفنانين التشكيليين ومتخرجة من أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية. هلأ هي الموهبة بلشت تقريبا من عمر الطفولة، من عمر صغير، وتميت مستمرة بهذا الشغف بمرحلة النضج، مرحلة متقدمة. طورت هذا الشيء واشتغلت عليه من خلال الاطلاع الثقافي واطلاع على أعمال الفنانين العالميين والتغذية البصرية، بحيث طورت من أدواتي أكثر. طيب غنى، خلينا هيك نروح لتجربتك الخاصة، رحتي للطبيعة والبورتريه، خلينا نحكي عن هي التجربة، شو اللي اليوم خلى غنى تروح لهذا الاتجاه؟ هلا هي الطبيعة بشكل عام مصدر إلهام كثير كبير لكثير من الفنانين بسحر ألوانها، وكما إنه هي مدرسة كتير كبيرة بنتعلم منها وبتسقل مهارات الفنان. فكتير من الفنانين العالميين هن لجأوا لرسم الطبيعة لأن فيها مساحة للتعبير بشكل أكبر من خلال اللون، وهذا شيء الصراحة هذا شيء أكثر شيء جذبني لرسم الطبيعة. بالإضافة لرسم البورتريه، تعابير الوجوه، المشاعر اللي بينقلها من خلال الشخص اللي بتنقلها تعابير وشه كانت كمان تجذبني، ونقلت هذا الشيء على سطح اللوحة. تمام. حضرتك كمان عضو بجمعية بيت الخط العربي للثقافة والفنون، تحكي لنا كمان عن هي التجربة وعن هذا العمل. هلا هي تجربة كتير مهمة بالنسبة لي، تجربتي بالجمعية بيت الخط العربي. أنا على طول مشاركة دائمة ضمن نشاطات الجمعية، بالإضافة لمشاركات جماعية بمعارض مختلفة. طيب غنى، كان لك عدة مشاركات، خلينا نقول معرض ذكرى الفنان الراحل نذير نبعة، معرض التخرج من مركز أدهم إسماعيل، وأكيد المعرض السنوي الثاني لأعضاء جمعية بيت الخط العربي للثقافة والفنون، وكثير منها. خلينا نحكي عن أهمية مشاركتك بالمعارض، شو عم تضيف لك اليوم؟ أكيد عم تأثري وعم تتأثري فيها. أكيد. هلا المشاركات الجماعية كثير مهمة لأي فنان لحتى يقدر يطرح نفسه يقدم فنه للجمهور وينخرط بالحركة التشكيلية. كتير بتضيف خبرة كمان للفنان من خلال مشاركته مع الفنانين، اطلاعه على الآخرين شو عم يقدموا للساحة، فهي كتير مهمة لأي فنان. أحيانا بصير انتقادات، ولكن خلينا نقول هي انتقادات بناء، ممكن نضيف لإلك يعني بعض، ما بدنا نقول الأخطاء، بعض الثغرات ممكن تتجاوزيها بالمرحلة القادمة. أكيد أكيد، الملاحظات خاصة إذا كانت من فنانين ذو خبرة بالفن التشكيلي، فهي آراء كتير مهمة لأي فنان ببدايته. خلينا نرجع شوي نحكيها عن تجربتك، عن بدايات الفن، يعني أول مرة هيك مسكتي في ريشة أو فكرتي إنه ترسمي، شو كان شعورك بهي اللحظة؟ مين الناس اللي دعموكي وشجعوكي؟ هلأ الصراحة ما فكرت إيمت بلشت أول مرة أني أرسم، لأنه هي كانت كثير بعمر صغير يعني مثل أي طفل بيلعب بالألوان بيرسم كذا، بس كان في شيء مميز عن الأطفال التانيين، تميت مستمرة بهذا الشيء. هلأ بعدين لما بمرحلة النضج أكثر، هون بيصير بقى الفنان ببطل إنه بس هو مجرد عم يرسم، هون هو بده يطور أدواته، بده يشوف شو عم يشتغل.
فهون المرحلة هي كنت من أنه الفنان يطلع على يكون في عنده ثقافة معرفية أكثر، يطلع على شو في نتاج تاني، نتاج الفن التشكيلي لحتى يقدر يطور من نفسه. طيب غنى، ما بتفكري اليوم يكون لك معرضك الخاص الفردي؟ أكيد في نية؟ يعني في نية إن شاء الله بالمستقبل القريب إنه يكون في معرض فردي. تمام إن شاء الله. خلينا نحكي شوي عن الأشخاص اللي دعموك. كل حدا ببدايات عمله أو أي مهنة أو هواي دائما كلياتنا بحاجة للأشخاص اللي يدعمونا. أكيد هلأ الأهل كان في دعم منهم وإيمان فيني، وأكيد في بعدين يعني بعد مرحلة الأهل بالمعهد الأساس المعهد إنهم يشكروا يعني على دعمهم، وجمعية بيت الخط العربي كان لها الدعم الأكبر لي، والأستاذ بشير كمان يشكر، هو من الأشخاص اللي آمنت بموهبتي وساعدتني بشكل كبير لأني أطرح نفسي بالساحة التشكيلية. طيب لغنى اليوم شو عم نحضر؟ شيء جديد يعني؟ في شيء جديد؟ رسومات جديدة؟ لو بورتريه جديد؟ أكيد في تحضيرات جديدة، في تحضيرات خاصة بكرمال معرض فردي إن شاء الله بالمستقبل القريب. شو أقرب بورتري لقلبك بتحسي أنه هو أقرب شيء لإلك؟ يعني رسمتي من روحك قبل الريشة؟ لا أنا كتير بحب بالنسبة للبورتري خامة الحبر، كتير بتجذبني وعاملة كذا بورتري في بهي الخامة. هلأ أنا بختار أشخاص غير معروفين، بركز على التعبير اللي بينقله لإلي، يعني الملامح اللي بتجذبني باخدها وبرسمها، غالباً بتكون أشخاص غير معروفة. هون أنا النقطة، يعني أنت اليوم عم تغامري بلوحة ما يعني ما أنا معروفة هذا الشخص، يمكن نحن نوقف عند لوحة شخصية مشهورة فنية أدبية هي ثقافية إعلامية اللي هي نعرف نحن تفاصيل وجوه، نعرف اليوم غنى شو أضافت لهي اللوحة أو شو حابة توصل لنا من هي اللوحة، ولكن أنت اليوم عم تعملي مع حدا غريب لنا بالنسبة لنا، فاليوم حيكون في إشارات استفهام كتير، يعني ما بتخافي من تجربة اختيار شخصيات غير معروفة؟ هلأ هو الفكرة من الموضوع أنه يتم التركيز على الإحساس اللي بيوصلك من اللوحة، مو أنه مثلاً نحن نعرف هي الشخصية أو من خلال بغض النظر عن شخصية، يعني نحن وقت بيكون نحن بنعرف شخصية في نظرة سابقة بنعرف اليوم تفاصيل الوجه، ولكن اليوم أنت إليك لمسة خاصة بدك تحاولي توصليها، لهيك عم قلك ممكن الاختيارات الغير معروفة ممكن يكون تحدي لإلك، يعني أكيد، وهي يعني بتخلي التركيز على الإحساس اللي بده يوصلك من اللوحة دون رؤية سابقة للوحة. اليوم غنى بتفكري تخوضي تجربة أو شيء تاني بحياتك غير الفن أضيفي لإلك؟ هلأ نحن أكيد في جانب الفني هو له المساحة الأكبر، بس أكيد في عنا جانب تاني يعني. اليوم نجاح ما بيوصل الإنسان للنجاح إلا بصعوبات كتير كبيرة، يعني وخاصة بالمشوار الفني نحن بنعرف قديش هو مهلك وقديش خلينا نقول حتى ماديا اليوم أنت بحاجة لهذا الدعم لتقدري تقدمي الشيء الإبداعي الصح. اليوم شو أهم الصعوبات اللي مرقت خلال مشوارك الفني؟ هلا الصعوبات هي كتيرة الصراحة، بس نحن يعني بنتجاوزها، أكيد بنتجاوزها. هلا من الصعوبات المادية تأمين الأدوات واللوحات والهي، ونفس الوقت كمان نحن بظرف شوي متعب بالبلد، بشوي بتلاقي صعوبة انك تكوني بالمزاج الرايق لانك تقدري تنجي اللوحة. بس يعني على طول هو عالم الجمال والفن هو يعني المهرب الأساسي. ما بيحطك هدول الظروف غنى؟ هلا تقلل همتك ببعض الاوقات؟ ما بتجيكي لحظه تقولي انا بطلت؟ هلا اكيد ببعض الاوقات بتمري بهي اللحظه، بس على طول بنرجع. من يمكن الحب دائما الشيء اللي بنحبه بحياتنا ما فينا نتخلى عنه، حتى لو نحن بيوم من الايام يعني خلينا نقول ضجنا تعبنا ممكن بجزئيه ما نبعد، ولكن بنرجع لانه في شيء روحاني انت متعلقه فيه وبين أكيد الريشه واللون. اكيد هلا الريشه واللون بالنسبه للفنان يعني هي جزء من شخصيته، من تكوينته، فهو ما ممكن انه باي ظرف انه هو يتخلى عنه.
غناء من خلال تجربتك، وبلشتي مثل ما ذكرتي بمراحل الطفولة المبكرة بمسكة الريشة أو مسكة القلم والألوان. ممكن مرق معك أطفال حبوا أنه يتعلموا منك أو أنت حبيتي تعلميهم وتساعديهم؟ أكيد أولهم بنتي صغيرة عمرها هلأ 4 سنوات، هي أول يعني أول حدا بيتأثر، وهذا الشيء كتير حبيته يعني. كتير لقيت حتى عندها موهبة كبيرة وشاركت حتى بمعرض للأطفال، يعني أنا هذا الشيء كتير بحب، يعني إنه الطفل هو نحن بنتعلم منه، مش تماما. هو بيعلمنا، يعني هو كل طفل هو فنان بالفطرة. وبتحسي غنى اليوم عن جد أطفالنا موهوبين بالرسم؟ يعني بشوف أنا متجارب شخصية بالواقع، يعني برسموا بجوز قصص نحن ما كنا أو هنن عندهم هي الموهبة، ولكن عم شوفها بنسبة كتير عالية. واليوم أكيد مهمتك غنى ومهمة كل فنان تشكيلي أو رسام هو يقدم هي الموهبة أو يثقلها عند الأطفال. نحن بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق بمسيرتك الفنية، ونشوفك بمعرضك الخاص الفني عن قريب، هيك يبصر النور ونكون هيك إن شاء الله. شكرا، معزومين أكيد لنحضر. شكرا لك ولاستضافتك الكريمة. بالتوفيق لك يا غينة، وإلي لبنوتك كمان إن شاء الله بتشوفيها مثل ما بتتمني. أهلا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.